هنبتدي بالوايت صوص. تمام، يعني هنبدأ باللي هنعمل منه بقى ايه التفريعات اللي هنشتغل هتعمل. منه. اوكي، هنحط هلا على النار. بدل ما بنجيب البشاميل جاهز من بره، احنا هنعمله دلوقتي بطريقة سهلة وبسيطة. كل واحد فينا في البيت يعمله بطريقة اسهل منها مش هتلاقي. ساعات بيبقى ازمة البشاميل بالذات انه يكلكع، ان هو هقولك دلوقتي الطريقة سهلة، تمام؟ مش هيكلكع مننا في البيت، تمام؟ اهم حاجة نركز في الوايت صوص، هو ده يعتبر البشاميل. بدل ما بنجيب الكيس جاهز من بره، احنا هنعمله النهارده بطريقة سهلة واي حد يعمله في البيت. ماشي، تمام. يلا نحط هلا على النار، هنحط فيها شوية زيت. ده الوايت صوص. اوكي، الزيت ده مادة ربط معايا، تمام. زيت زيت وزبدة، المقادير قدامنا على الشاشة. ماشي، احنا هنشوف المقادير دلوقتي، بس انت هتبدأ بالوايت صوص اللي هتعمل منه. هبدأ بالوايت صوص اللي هطلع منه الشرب وهطلع منه البسطات. تمام. تمام. انا ما سالتكش على السكينه اللي في الجنب دي، وانت فاجئتني ان هي سكينه. بتعمل بيها ايه دي؟ لا ورهاني ورهاني. دي سكينه ترنيه بنحت بيها وبقطع بيها حاجات برضه صغيره. بتنحت بيها؟ بنحت بيها ايه؟ بنحت بيها فاكهه مثلا، بطيخ، بنحت بيها قرع عسل. أوكي. بجرنش بيها. تمام؟ حلو قوي. ده بره الموضوع طبعا عشان الناس تفتكرش ان ده في الوايت صوص ولا. هنجيب الزيت والزبده الاثنين يتمكسوا مع بعض. تمام كده، زي ما حضرتك شايفه الاثنين لازم يتمكسوا مع بعض. ماشي، احنا مقادير الوايت صوص قدامنا على الشاشه والشيف شغال. هي المقادير سهله وبسيطه ومش مكلفه برضو. تمام. لبن وميه وملح. لبن وميه، انا ممكس هنا اللبن على الميه. تمام، مركز اللبن على الميه، يعني حاطط الاثنين على بعض. حاطط الاثنين على بعض. تمام، على اساس برضو ان هم يعملوا ميكس مع بعض على في الوايت. تمام، معايا الدقيق. تمام، هنحط عليه هنحمر الاول الدقيق في الزيت، لازم يبقى لونه ذهبي. تمام، وهننزل تدريجيا باللبن والميه. تمام، هي الخطوه دي بقى هي اللي بتخلي مثلا يكلكع من الناس. ما هو الكلكعه بتيجي من الضربه، من الخلط. يعني انا لما اخلطه كتير يكلكع؟ لا، بصي مع بعضينا كده. هننزل بشويه الدقيق ونقلب. ننزل بشويه الدقيق ونقلب. دول حوالي قد ايه دقيق؟ معلقتين كبار دقيق. تمام، دي يعني طريقة أول سهلة. حاجة زيت وزبدة، زيت وزبدة واحدة واحدة عليهم دي، واحدة واحدة ونقلبه، واحدة واحدة ونقلبه على أساس إن هو ما يكلكعش معانا. تمام، تمام. الدقيق هيحمر معانا، هيبقى لونه ذهبي، ولا هنسيبه ولا هنسيبه يحمر قوي. تمام، ولا هنسيبه يتلسع. وبرده مش هينفع أنزل دلوقتي، لازم يحمر معايا يبقى لونه ذهبي. تمام، عشان الدقيق كده بنسويه. دي حاجة اسمها رو. اسمها ايه؟ رو. رو؟ ده عبارة عن دقيق بنحمره زي ما حضرتك شايفة، بشوية زبدة شوية زيت. تمام كده؟ شميت الريحة ولا لسه؟ دي أول خطوة في الوايت صوص. بص كده معايا، شايفة الوايت بيعمل ازاي؟ في فقاقيع كده بتحصل، ده كده الدقيق بيستوى معايا. برضه كل شوية هفضل أقلبه. تمام، هنزل واحدة واحدة. واحدة واحدة باللبن اللي أنا مكسه بالمية وأقلب. معلقتين دقيق ياخدوا حوالي قد ايه بقى لبن وميه؟ نص لتر ميه، نص لتر دقيق عليه كوباية ميه. نص لتر لبن، نص لتر لبن عليه كوباية ميه. تمام، نص لتر لبن ده يعني حوالي كوبايتين لبن بالظبط. تمام، واقلب كده واحدة واحدة
لغايه ما يغلي معاك. احنا لو ممكن نوري بس الناس جوه الحله. بيبتدي يغلي معايا. تمام كده؟ تمام. هنسيبه بقى يغلي مفيش اقل من دقيقتين بالظبط. اول لما يغلي معايا هيربط معايا الدقيق. تمام. بنحط له بقى توابل يعني ملح وفلفل. هنحط له بس يتقل بس معايا خمسة. ماشي تمام. يبقى احنا كده بنعمل الوايت صوص اللي هنعمل منه زي ما قلت الشرب السي فود والالفريدو. هتعمل الاثنين. هنعمل اثنين. وهتعمل الباستا سي فود والفريدو. شوربة سي فود. هنعمل شوربة سي فود وهنعمل شوربة فراخ. تمام. وهنعمل الباستات بتاعتنا. فوتوتشيني الفريدو ومعانا بينا سي فود. بيتقل معايا اهو. جميل. تمام. هقلب كده معايا كريمة. دي كريمة طهي. كريمة طهي. وفي عندنا كريمه لباني. ايه الفرق بقى؟ الكريمه اللباني بنجيبها من عند العطار، من عند سوري السوبر ماركت. تمام. هد بس هنا معلقتين كريمه يبيض معايا. ماشي. تمام. معلقتين كريمه طهي. معلقتين كريمه طهي اللي هي الكريمه اللباني بتتجاب من عند اللبان عادي. بتتجاب من عند اللبان عادي. ممكن من السوبر ماركت او من اي بالظبط. من عند السوبر ماركت. ماشي. تمام. تمام. خلصنا. يعني ده يعتبر البشاميل ما كلكعش ما عملش اي حاجه ولا اي حاجه. تمام اهو حضرتك شايفه. هندي معلقه ملح صغيره خالص. شايفه الكميه قد ايه؟ ده الملح. نص معلقه ملح صغيره عليها نص معلقه فلفل ابيض. فلفل ابيض نص معلقه صغيره. طب لو ما فيش فلفل ابيض ينفع استخدم الفلفل الاسود عادي ولا الفلفل الاسود هيبقى حامي معايا شويه. تمام. انت مش عايزه يعني مش عايز طعمه باين فيها قوي. ولا عايزه يبان حتى في الوايت معايا. تمام كده. واخده بالك الوايت بيتقل. المرقه بقى هنا اهم حاجه. اوكي. معلقه مرقه باودر. مرقه باودر. تمام. وينفع نستبدلها بالمرقه اللي هي المكعبات ولا ما ينفعش؟ ينفع نستبدلها بالمرقه المكعبات. مفيش اي مشكله. بس اهم حاجه برضو نقلبها كويس في الوايت على اساس ان هي تسيح معايا وما تكلكعش. انا مش عايز اي كلكعه. تمام. وهوري حضرتك دلوقتي الوايت بعد ما اتعمل. تمام. تمام. في طاسه تاني هنشتغله في الحاجه التانية. تمام. هنعمل ايه بقى؟ الطبق الرئيسي الاول ولا هنعمل زي ما حضرتك عايز؟ انا معاك. انت اللي عايزه نبتدي بالبسطات. تمام. عايزه تبتدي بالطبق الرئيسي؟ لا خلينا نبتدي بالطبق الرئيسي. تمام مفيش مشكله. بس ده هيأثر على البشاميل يجمع ولا اي حاجه ولا اي حاجه. اوكي يلا بينا. ماشي. طيب نبص بص هنا صغيره. بصي كاميرا معايا هنا جايبها. شايفه ده السمك اللي انت عايزه. ده السمك اللي انا عايزه. اوكي. شايفه؟ مفيش اي كلكعه مفيش اي حاجه. ماشي. تمام كده؟ يلا بينا. جميل. انا مش هستناه يغلى اكتر من كده عشان برضو ما يتقلش معايا. تمام؟ انا كده كده انا عايز السمك ده. هسيبه يبرد شويه برضو هيتقل معايا. فنحط ده كده على جنب. طب في حالة مثلا حد سبناه على جنب شوية لغاية لما برد وبقى متماسك قوي نعمل ايه؟ هقول لك اهو دلوقتي. هنفكه بشوية مية بلبن برضو. سخن ولا بارد؟ هنفك بلبن بارد. هنفكه بلبن بارد يعني لو جمد مع حد من حضراتكم ممكن نفكه بلبن بارد زي ما الشيف بيقول لنا دلوقتي. يعني لو عملت الوايت صوص وركنته شوية على جنب ولقيتيه جامد معاكي ممكن نفكه زي ما الشيف بيقول بلبن بارد. لبن وميه ولا لبن بس؟ لبن بميه ممكن لبن بس زي ما حضرتك عايزه. ماشي.